فاتوا، وبالتالي هذه المعونات اللي بيكونوها بميزانياتهم كمبالغ تسوية على تعويضات نهاية الخدمة هي عمليا هتبطل موجودة بسبب احتساب هاي الفوائد. الشباب بعضهم بيحسبوها انه راح يعملوها، لا، لانه ثلاث ارباعهم لا يطبق القوانين وبقرصن حقوق العمال والاجراء، وبالتالي هذا الاجراء القانوني ما بيفيدهم لانه هم اصلا محصلين مكاسب بالقرصنة وما عم بيدفعوا حقوق العمال، وبالتالي هلا هذا القرار عم بيقول لهم بشكل واضح يا شباب على مدى 16 سنة اخذتوا من العامل شيء هو حق له، تفضلوا رجعوه. استاذ محمد بدنا نسمع جواب. نعم بس لا ما بدنا نرجعه، خلينا نسمع جواب استاذ محمد قبل النقطة الأخيرة لنقدر نتناقش. يعني في القانون اللبناني هناك نصوص واضحة، من المادة 86 بقانون الضمان الاجتماعي بتقول الأجر هو كل ما يتقدمه العامل، وبالتالي يجب أن يصرح عنه لدى الضمان الاجتماعي، وأيضا يجب أن يحتسب في تعويضات نهاية خدمة العامل. العامل منه ضعيف مثل ما عم بيشوفوه الشبيبة، العامل في ينزل ساعتها وقت اللي بحس أنه حقه عم بيهدر ينزل يفرجيهم قوته. خليك معنا على الهواء استاذ محمد. استاذ محمد زبيب خليك معنا على الهواء احسن ما يقولوا كمان انه عندك ديكتاتوريه وما عم تسمع الراي الاخر وهو راي رب يعني ارباب العمل. مثل ما قال فادي عبود في ارهاب فكري، طبعا ارهاب فكري. ايه متهمين انتوا عندكم ارهاب. جورنا تاكلت لصالح ارباحهم، نحن عم نمارس ارهاب فكري. صحيح الناس بيعرفوا. انا بس شغله واحده يا استاذ محمد، يعني انا بحترم رايك بحترم اراء العالم كلياتها، ولكن عم تحكي وتجاهلت انه نحن عم نعطي 875,000 باتفاقنا مع الاتحاد العمال العام. نحن منا ضد الزياده يلي انت عم بتقول فيه والارقام و96 يكون حق العالم. طيب ما اليوم هو عم بيعطي 868، نحن طلعناها ل 875، وقاعد بالاضافه في بدل المدارس طلعناها من المليون للمليونين ونص، والمليونين ونص لغايه ولدين. نحن عم نقول يبقى بدل النقل برات الراتب لا ينقرض بكل بساطه. ليش بدك تحمل القطاع الخاص اعباء ما بيقدروا يتحملوها على الضمان الاجتماعي؟ لك هذا القانون، القانون بيقول شو ما يا استاذ محمد انت ادرى مني بالقانون المرسوم بال 96 طلع انه بس هيدا لسنتين ويمنع. يا استاذ محمد يمنع اضافته على الحد الادنى، هيدا بال 96 المرسوم موجود، وبتحب انا ببعث لك اياه اول ما اخلص الحلقه وانت عارفه. قري للمرسوم وصار 16 سنه مش سنتين، معلش ما نضحك على العالم. بس انا عم بقول المرسوم بقول فقط لسنتين، حكي واضح استاذ محمد، انا عم بقول المرسوم بقول فقط لسنتين بندفع والباقي وبعدين الدوله بتامن المواصلات. طيب صاروا 16 سنة وعم يندفع للعامل كتعويض عن زيادة الأجور، يا يشيلوا وبنرجع لل 96 وبنزيد الأجور، يا بنحطه بقلب الراتب وبنرجع لل 2008 وبنزيد الأجور. يا استاذ محمد انا خلينا انا بس بدي ما بدي فوت بنقاش اليوم. اليوم في خلاف بوجهات النظر، في خلاف بوجهات النظر نحن كهيئات اقتصادية كوجهة النظر مع حضرتك والوزير. طيب هيدا الشيء ما بيتطلب كان انه اقل شيء الوزير يطلب حوار يصير مع الهيئات الاقتصاديه يقول يا بقنعكم يا اما بتقنعونا من اجل العامل ومن اجل المصلحه الوطنيه. ليه ما تحاور استاذ محمد زبيب؟ ليه يرفض الوزير؟ عندك معلومات يعني استاذ؟ خليني اكمل يا استاذ محمد. اليوم اذا نحن اليوم اختلفنا، نحن منا مختلفين. ما تعلق هاي القصه باذهان المشاهدين لحظه شوي. خليني ما بدي اجاوب. لا ما هو لانه سالته ليه الوزير ما عم يشوفكم، جاوبنا على هذا. تفضل استاذ محمد. عقدت لجنه المؤشر حوالي 8 اجتماعات، وغرفة التجارة كانت واحدة من الأطراف المشاركة في هذه الاجتماعات. ثلاث اجتماعات يا أستاذ محمد. بترجيك خلينا نكون واضحين. مش ثمان اجتماعات يا أستاذ محمد، اجتمعوا يا ثلاث مرات يا أربع مرات، عندي التواريخ وعندي، مش ثمان اجتماعات. يا أخي اجتماع واحد، خليني أسلم معك. نعم. بس فاتوا شبيب اللي بيمثلوا الهيئات الاقتصادية يبلغوا العالم
بموقف حاسم ما بدهم يتراجعوا عنه، انه هن بيزيدوا 80,000 ليرة فقط على الحد الادنى للاجور، بنرفعه من ال 500 ل 580,000. استاذ محمد مش مزبوط يا استاذ محمد، يا استاذ محمد في محاضر، في محاضر وانا مطلع على هذا المحاضر استاذ محمد، ابدا راحوا يفتحوا بازار بمحل ثاني. ليه؟ لانهم بدهم يحافظوا على المكتسبات اللي نتشوها خلال استاذ محمد بلجنة المؤشرتين العمال، ما العمال انسحبوا قبلنا يا استاذ محمد لانه ما قبل الوزير يسمعهم. يا حكي مش مظبوط، لا حكي مش مظبوط ابدا يا محمد، ما تفوت بدناش. مين الاتحاد العمال العميل غسان غصن؟ ماشي الحال، ما حتى ما لا 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 استاذ غسان غصن، ما بدنا نزرب بالاصفاد، واحد يحكي كلمة حق، عم حارب لاخر شيء ليقدر يطلع 25,000. نحن وياه حتى الرئيس بري ما مانع عليه بال 25,000، الواحد بده يحكي كلمة حق يعني. يعني كلمة حق من الأرباب العامة اللي بيكون عم بتدافعوا، هو الألف بتعليكم عادة كلمة حق 25,000. رحنا عند الرئيس بري باجتماع، قال له مشيه على 650، قال له أبداً. وفرط اجتماعات بين رئيس حكومي ورئيس مجلس النواب من الساعة 6 للـ11. بده يقول له مشيها لرئيس اتحاد عمال عام. اسمعيني خليني مش كل العمال من الساعة 6 للساعة 11 نحن عم نحاول بين رئيس حكومة لنتفق رامة 25,000، وكان معند وقال ما بمشي لأخذ يلي بده إياه. أنا بس بتمنى شغلة واحدة، انا ما بحب احكي ونضل العالم ونحكي، لأن اليوم لجنة المؤشر بآخر اجتماع اللي موجودين احياء يرزقون يا استاذ محمد بتقدر تحكيهم، الوزير ما سمع لهم، قال لهم انا هيك بدي امشي، حتى ما عرض عليهم الفكره يا استاذ محمد، ما ندافع بس على انه بس لندافع، ما نحكي بس للحكي. انا بتمنى عليهم عم بتماطلوا مثل ما لا 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 لا, لا, لا ابدا 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 الحكي مش موجود. كان موجود معه دكتور نبيل فهد، كيف في موجود معنا الشيخ وليد عساف، بس اختم مع استاذ محمد بيب، بعدك معنا؟ طبعا بدي اعطيك لتختم اخر شيء، وانا رح تابع بالاسئله اللي طرحتها، ما رح يروح رح نرجع رح تابع باسئلته، بس خليني بدي اطلب طلب انا من استاذ محمد، انا عندي طلب منك استاذ محمد، تفضل. نحن اليوم مختلفين بوجهه الراي، والخلاف بوجه الراي لا يفسد للود قضيه، اثنيناتنا بدنا المصلحه اللبنانيه ومصلحه المواطن و و و إذا نحن اليوم ما تحاورنا نحن وإنتو، وإذا تحاورنا بس نكمل، وإذا تحاورنا ما وصلنا لنتيجة، نحن مستعدين نطلب على طلب الوزير أي شركة دولية عالمية هو بيطلبها تجي تحكم بين هالفريقين وتشوف مين غلط ومين صح. تفضل محمد زبيب معنا بعدك؟ إيه أنا فضل. أنا بس ب 30 ثانية بدي أختم بفكرتين أساسيتين، أولاً يا نحن في دولة وفي قوانين وبدنا نطبق هاي القوانين وننهي 20 سنة من هذا الفساد اللي بيعرفوه كل اللبنانيين، وبالتالي نعيد الأمور إلى نصابها ونحصل الحقوق الضائعة للأطراف اللي ضاعت حقوقها، يا بدنا نضلنا عايشين بغابة كل واحد بيقدر يعيط بيقدر يحصل واللي ما له صوت ما بيحصل شيء. ماك هيدي الغابه اللي نحن عايشين فيها، انه اليوم الرؤساء ثلاثه وقرار وزير بده يمشي على الكل، هيدي الغابه يا استاذ محمد. ليس قرار وزير، اشرتي زميلتي نانسي الى تصريحات قالوها خبراء اقتصاد وليس جماعه بزنس، مزبوط، وصفوا القرار بالحكيم، سيحدث صدمة إيجابية، سيحسن الاقتصاد، سيعيد تنظيم العلاقة المهزوزة بين أصحاب العمل والعمال، سيحسن الأمن الاجتماعي، وسيعيد فكرة الدولة إلى أذهان الناس بعد ما غابت 20 سنة. طيب يا أستاذ محمد عندي سؤال، شبيبي وصديقي محمد الشاعر من ضمنهم عجبتهم كثير فكرة إنه ما في دولة ويلا كل واحد بحصل اللي بيقدر يحصله على حساب الناس وماشي الحال هيك، وبدهم الوضع يبقى الى ما لا نهايه بهاي الطريقه. نحن عم نقول لهم كملوا اثنين انه معلش ما بدكم تحطوا ايدكم بايدنا لنرجع. يا استاذ محمد اول شيء الله يسامحك، انا اكثر ناس اللي بدي الدوله بس مقبوله منك، بس انا اذا اختلفنا بوجهه الراي شو بنعمل؟ طيب هلا مجلس الشورى استاذ محمد زبيب اخر شيء، مجلس الشورى هل سيطعن بالقرار بموضوعيه بغض النظر عن الامنيات؟ تتوقع صدور هذا المرسوم ولا انه ما راح يصدر
وما في زودة معيشة، في زودة غلا فقط. يعني الله يعينه مجلس شورى الدولي عم بيحملوه اكثر ما بيتحمل. انا بدي اقول لك شغله يا استاذ محمد، ما بدي اقولها بس بدي اقول له اياها. يوم امنيه الجنرال عون، امنيه الجنرال عون مجلس الشورى يطعن بقرار ويرجع. الجنرال عون اكثر زلمه بيقول ما تحكموني على النوايا، عم تحكي له عن امنيته. انا عم اقول لك اليوم يلي طالبه من بعد الضغوطات يلي اجت بعد هذا القرار من اقرب الناس له، فرجوا انه هذا القرار خراب، يتمنى اليوم انه مجلس الشورى مش هالقدر. انا 100% اللي عم اقول لك هلا هذا موسم اعياد وميلاد، ممكن الامانه تتحقق، بس ما بعتقد هالقد عم يتمنى الجنرال.